أهلا بكم مباشرة مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. كيف يمكن للمعنيين مباشرة بتأمين انتخاب رئيس جمهورية أن ينتخبوا رئيسا مع شهور مستمر منذ 214 يوما ونيف ومعضلة السير إلى التفاقم وتغرقهم بشبر مي؟ ما أضفى رونقا على تعييد اللبنانيين في برك المي وبلوكات السير الخانق هو إجراءات ضرورية لتأمين زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي عظم أو نوه بدور حزب الله الأفعل من أي نظام في المنطقة، وزيارة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو جراسو الذي انتقل من بيروت اليوم إلى الناقورة متفقدا كتيبة الإيطالية ضمن اليونيفيل في الجنوب. وأمس كانت لافتة زيارة وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش عماد قهوجي لليونيفيل في الناقورة على رغم الأحوال الجوية الرديئة في أول يوم من زمن فصل الشتاء. مقبل التقى اليوم لاريجاني، وأما العيدية السياسية فهي الحوار الذي يعقد أول جلسة له برعاية الرئيس نبيه بري في عين التيني السادسة مساء اليوم بين حزب الله وتيار المستقبل، وهو حوار أكثر من ضرورة بحسب الرئيس بري. في موضوع تسليح الجيش البيارك وسترتفع مطلع السنة الجديدة مع آخر التوقيع على المعاهدة، وهو التوقيع سيحصل في السعودية وبعدها يفترض السير بطلب الأسلحة وتسلمها. تبقى قضية العسكريين وكأنها بدأت تسلك نحو الحل مع وجود خطين متوازيين، واحد عبر أحمد الفليطي وآخر مع لواء عباس إبراهيم. أما في المنطقة فالبريقة المضيئة حتى الآن ومضت من تونس، حيث فاز الباجي قائد السبسي في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 2010 داعيا الجميع إلى المشاركة في مستقبل تونس. ما عدا ذلك السوريون بأنفسهم والعراقيون بأيديهم يرسمون بالدم شرذمة البلاد وتقتيل العباد، فيما الخطط من خارج العروبة تأخذ طريقها إلى التنفيذ. معنا مباشرة أستاذ جان حواط الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية، أهلا وسهلا فيك. شكرا مرسي. أستاذ جان، يعني اليوم بصير 214 يوم مر على الشهور الرئاسي، ونحن يعني 42 ساعة في الميلاد المجيد، وبالميلاد المجيد يقال ليلة الميلاد يمحى الحقد وليلة الميلاد تظهر الأرض. هل سنرى يعني ثمرة لهذا الزهر؟ هالمقدمة البسيطة منك سيد جلال هذه تشير إلى رجل مؤمن ويحسب حسابات الوطن. في كتير ناس ما بيحسبوا الحساب، مش هممهم قديش مضى ومش هممهم شو بيوحي عيد الميلاد، بس لبنان هو القيم والعادات والتقاليد. يعني إنما بدون شك الوجدان الوطني يملي على كل واحد منا يتساءل لوين أخذوا الوطن حتى الآن. بدون رئيس جمهورية، ليش بدون رئيس جمهورية؟ مين بيقدر يمنع مجلس النواب إنه ينزل ينتخب رئيس جمهورية؟ وإذا كان في مانع معناتها ما في كفاءة بمجلس النواب. ما بدي أظلم الكل، في فريق واحد متمنع عن انتخاب رئيس جمهورية، هذا هو بيتحمل المسؤولية. الآخرين بدون شك شركاء في مجلس النواب بس منهم متمنعين. إنما نحن كلبنانيين بدنا نقول إنه هذا المجلس النواب على يد هذا المجلس سقطت القيم الوطنية، سقط الدستور، انتهك الدستور، وما حدا سألان وما حدا بحاسب حدا. طيب استاذ جان، اذا في يقال انه يؤخذ بعين الاعتبار محليا توازن القوى ان كان على الارض او بالسياسه، هل يمكن القول انه نحن بال 2014 اختل ميزان القوى بين الخارج والداخل؟ لانه يعني ردا على يعني حضرتك وجهه النظر اللي تفضلت فيها، في ناس بيقولوا انه كل عمره لبنان في تدخل خارجي ومنراعي التدخلات او الاراء الخارجيه وننتخب رئيس ولا مرة إلا أيام استمام فرنجية. هكذا يقالوا، حتى أيام العميد ريمو أدي أنه كان أول ليلته كان ممكن هو يكون الرئيس تاني يوم، ولكن ما قبل بالدخول السوري، يعني ما قبل بالشيء الإقليمي، تاني يوم صار ساركيس رئيس جمهورية. هل وجهة النظر هذه بترد على وجهة نظرك اليوم اختل التوازن بين الخارج والداخل لمصلحة الخارج كليا لحتى ما عم ينتخبوا رئيس؟ سيد جلال، ما بيسوى اللبنانيين يسلموا تدخل الخارج بانتخاب رئيس جمهوريتهم، ما بيسوا يسلموا. لو كان هذا الواقع يتوارث لازم يجربوا يطلعوا منه هذا الواقع المشؤوم، هو يتصاعد مش بس يطلعوا منه احتراما لنفسهم، احتراما لوجودهم، احتراما لوطنهم، لمستقبل اولادهم. كيف نحن بدنا نلاقي اعذار
بتسيء إلى كرامتنا وبتسيء إلى قدرتنا على كوننا مواطنين في دولة لها حرية ولها سيادة ولها استقلال. كيف بدنا نسلم نحن أنه نحن ما فينا ننتخب رئيس جمهورية غير تيسمح لنا الدولة الفلانية والدولة الفلانية أو تيتفقوا بعضهم؟ هذا شأن مش معقول نوافق نحن ننظر فيه ونقبل فيه ونعذر نفسنا فيه أو نعذر الآخرين. طب إذا اليوم تأخذ مواطن من هالفريق اللي بيقول إيه معلاش ولا رئيس جمهورية إذا ما رح يجي فلان رئيس جمهورية، وبنأخذ المنطق كمان مواطن بيأمن بوجهة نظر زعيم اللي بيقول لا لازم ينزل وكل على مجلس النواب وينتخبوا رئيس. هذا صحيح. نعم هذا صحيح. إذا ينزل على مجلس النواب اليوم الحوار المرتجى بين العماد عون والدكتور جعجع هل بيخلي يغير عقل هؤلاء المواطنين ويصيروا يقتنعوا بأنه لا لازم ننتخب وكذا؟ لأن هذا الفريق بيقول أنا ما بنزل وهذاك بيقول لازم ننزل. أنا بتصور أنه هذا الحوار الطارئ بين الجنرال ميشيل عون والدكتور سمير جعجع لعله أنهم بلشوا يفتكروا يتحملوا مسؤولية المرحلة، أو أنه الجنرال يمكن هو شايف أنه بعد كتير بخياره وتسبب كتير بهالغياب عن المسؤولية، لازم يرجعوا على المسؤولية وينزلوا وينتخبوا رئيس جمهورية. هلأ الحوار شو بيتضمن؟ ما عرفنا شو بده يتضمن الحوار. هو بيتضمن كتير اشياء لانه اخذين بعين الاعتبار انه ممكن ما يتفقوا على رئيس الجمهورية. شوف خصوصا عماد عون يقول انا بمثل كتير وانا لا اتناهى. الحوار اذا كانوا متحملين مسؤولية البلاد الحوار لازم يكون لمصلحة البلاد. نعم. للمصلحة العامة، اذا كان لمصالحهم الشخصية ولمراكزهم السياسية ولطموحاتهم الشخصية اللبنانيين ما لهم علاقة بالقصة. هلا اللبنانيين عم ينظروا لهم اثنينهم انهم نازلين يلبوا المصلحة العامة. إذا نازلين يلبوا المصلحة العامة المواطنين عم يتمنوا بس إذا بتجي بس يصير في شحذ للغرائز بيقول لك كلهم في حزبي أو في زعيمه مسرور، يعني ما عنده مشكلة المواطن اللي عم بيناصر على الفرق السياسية اللي عندها كتل نيابية. سيدي هن اثنينهم عندهم أحزاب سياسية. نعم. وهؤلاء المواطنين ما بياكلوا وبيشربوا من السياسة. هؤلاء المواطنين بدهم وطن وبدهم قيم وبدهم مؤسسات وبدهم يضمنوا حياة أولادهم ومستقبل أجيالهم. هذا مطلوب من هالقيادات اللي بدها تتحاور، مش يشوفوا هن شو مصالحهم وشو اللي بيناسبهم. هذا وجدانيا هاي لازم تكون ورقة عملهم، يشوفوا مصلحة البلاد شو هي. بس بدك يعني مستوى معين من السياسي، يعني إذا بنذكر ب 68 وقت صار في الحلف الثلاثي. نعم. ما أخذوا مصالح ضيقة، أخذوا مصلحة معينة. مزبوط. واشتغلوا بالمسار الديمقراطي. مزبوط. لحقوق الناس. اليوم موجود هذا النوع من لا ما تأخذني كانت الظروف غير شيء والرجال كانت غير شيء. ما تأخذ لأنه لو 62 ما ربح الحلف الثلاثي كان بالسبعين لو كلفت كان سركيس هو اللي رئيس يعني. كلفت البترك الله يرحمه البترك المعوشي كلفته اجتماع بين هالقيادات الثلاثة فاتوا مختلفين على صالون كركي وخرجوا من صالون كركي بعد ساعة حلف انتخابي. نقول للمشاهدين رئيس شمعون الشيخ بيرج ماري والعميد المؤدي كانوا ثلاثتهم ما في تفاهم سياسي وانتخابي بيناتهم. البترك عامل على مصلحة البلاد هيك بتقضي. طلعوا بعد ساعة من صالون كركي حلف انتخابي. يعني نسبة إلى ذلك الظرف كان مفيد. يعني إنه ما تأخذني كان في حمية وطنية غير اليوم. طيب اليوم شو راح يصير هلا؟ يعني لنفترض صار فيها الحوار المرتجى انعقد بين عماد عون والدكتور جعجع، مع إنه عم بيقولوا إنه إذا ما اتفقنا على رئيس الجمهورية في كتير مواضيع أخرى. يعني شو بده يصير يعني؟ بيتفقوا على مبدئية انتخاب رئيس جمهورية، ما يتفقوا على رئيس جمهورية، مين طلب منهم يتفقوا على رئيس جمهورية؟ في دستور عم بيقول لهم نزلوا على مجلس نواب وشو ومين بينتخب هالنواب ال 127 الموجودين الله يرحم اللي مات،
بينتخبوا وبيطلع يطلع بكون هو المنتخب وهذا يكون هو نفسه الرئيس القومي، لانه هذا هذا بدهم اياه مجلس النواب يمثل الشعب. اما اذا النواب بدهم يضلوا ما يمثلوا الشعب ومنحرفين باهواء وغيات تارة لجهة الحضور وتارة لجهة التغيب وكل ما يستمر الجمهورية، ما بيكونوا عن يمثلوا إرادة الشعب وما بيكونوا عن ينفذوا الدستور. شوف سجلال بالدستور، في مقدمة الدستور البند هو من المقدمة بيقول انه هذا النظام مبني على مبني على استقلال السلطات، ولكن مبني ايضا على تعاونها وتناغمها، بمعنى انه هذه السلطات حتما يجب ان تكون وان تكون متعاونه ومتناغمه. ما هو اذا مش هلا اذا السوري الفرنسي بيركز على واجب النايب ينزل على هلا اذا كان رئيس جمهوريه غيبي معناتها الدستور حتى انه ما بيصوت غير رئيس الجمهوريه، مثل ما بيصوت غير الحكومه، مثل ما بيصوت غير رئيس مجلس النواب. فاذا يعني في اختلاف يقع على عاتق ناس معينين تغييب سلطه رئيس الجمهوريه، بيتحملوا المسؤوليه وهي المسؤوليه سوف يعود اليها الكتاب اللبنانيين والمؤرخين ويقولوا مين كان السبب. يعني الفقه الدستوري بيقول ممنوع اختلال التوازن الدستوري، صحيح، مشان هيك لازم ينتخبوا رئيس باسرع وقت. بالتاكيد الدستور يحتم وجود السلطات وان تكون متعاونه ومتناغمه. هلا في سلطه مفقوده من سبعة اشهر من ايام. إذا يعني اليوم الليلة في حوار بين حزب الله وتيار المستقبل، نعم، برئاسة رئيس المجلس أستاذ نبيه بري، وبدو يحضر يعني نهاد المشنو وزير نهاد المشنو النائب سمير الجسر وأستاذ نادر الحريري، نعم، طبعا حسين الحاج حسن والحاج حسين خليل والنائب حسن فضل الله بحضور وزير المالية علي حسن خليل. هيدا الحوار هل يعني عم بيقول انه تنفيذ لاحتقان السن الشيعي الاول وعدة امور، هل ذلك يمهد ايضا لتليين الحوار بين العماد عون والدكتور جعجع؟ سيدي بدون شك اذا صدر عن هالحوار القائم بين حزب الله والمستقبل اصرار على وجوب انتخاب رئيس جمهورية، ما بعود الفريق الاخر اللي هو فريق الجنرال عون مصر على انه اذا ما بتنتخبوني منعطل النصاب. مطلوب هني كمان يساعدوا الصيغه الوطنيه على انها ترجع تنبط وتتعافى وتقف على الساحه الوطنيه. لحديت قبل عشيه عم بيقولوا روحوا شوفوا العماد عون شو بعمل، مش بس يقولوا انه المسيحيين اتفقوا، المسيحيين يمكن ما يقدروا يتفقوا. وبالانتخابات اذا في اثنين مرشحين ضد بعضهم ما بيجوش الناخبين بيقولوا اتفقوا تننتخب، بيجوا ينتخبوا واحد من اثنين لسبب السلطات القيادات الاخرى ولا سيما القيادات الاسلاميه سواء حزب الله وسواء المستقبل وسواء القيادات الاخرى الغير داخله في هذا النطاق، مطلوب منهم يسهلوا انهم يجوا يصروا على وجوب احترام الدستور واحترام المؤسسة الوطنية الكبرى واحترام انهاء غياب رئيس الجمهورية. طيب سجان بوضع الملمات او الظروف الصعبة كمان يعني كان ببعض الاحيان كان في رجالات بالسابق انه يتنازل واحد للتاني او اثنين لواحد او ثلاثة لواحد، يعني اليوم يعني هالاقطاب اللي يعتبروا انه هن بيمثلوا كتير يعني بيمثلوا بنسبة كبيرة المجتمع بين مزدوجين المجتمع المسيحي، ليه ما بيتنازلوا لبعضهم وبيتناسوا شو في مشاكل بين بعضهم؟ ام انه هي فعلا في شرخ بوجهه النظر السياسيه بين الفريقين؟ سجلال مش مطلوب منهم يتنازلوا لبعض، بس عم نحكي بالاوضاع الصعبه اللي بتكون. بينزلوا على مجلس نواب وبينتخبوا ومجلس نواب بيختار بيناتهم وبالنتيجه مجلس نواب منه
قادر يفصل مجلس النواب. النواب كلهم كلهم افراد مثقفين وعارفين ومسؤولين وبيتحملوا دورهم والاخري. متى انوجدت العمليه الانتخابيه ما في اسهل منها ان ينتخب رئيس جمهوريه. طب ليش ما بيطلع؟ بس التعطيل التعطيل هو أسوأ المصير. طب ليش ما بيطلع حدا بيقول يا اخي اذا انتم عم بتقولوا نحن عندنا هالقد كتله نيابيه وازنه، طب هالكتله النيابيه الوازنه بيرجع بالمفهوم الاخر بيقولوا اللي عنده كتله كبيره، اي حدا عنده كتله كبيره بيقول نحن بدنا رئيس يكون اكثر تمثيلا، يعني كمان عم يحتكموا للشرعيه الشعبيه او الشرعيه التوازن الموجوده بال يعني في هون هو بين ممارسه النظام والدستور وفي مشكل مع النظام والدستور. هل علينا تغيير النظام؟ ما فينا ننظم عمليه اتصال بين مجلس النواب والشعب ليخرجوا بالنتيجه بافضليه لاحد المرشحين. يفترض ان ينفذ القانون وفقا لمندرجاته، وانه ما في مانع انه النواب يدوروا على مناطقهم ويقولوا مين بتفضلوا. عندنا ثلاث مرشحين مين بتفضلوا، وينزلوا يوم الجلسه يحترم راي ناخبينه يمكن وينتخب اللي بريده. ولكن العمليه الانتخابيه لها اصولها ولها دقائقها ولها نتائج، في معايير دستورية. يعني أعلى شيء بالقانون هو الدستور. بينزل وفقا للدستور على مجلس النواب من بعد ما يكونوا أخذوا يمكن رأي ناخبين ورأي أصدقائهم ورأي مرجعياتهم الدينية والمدنية، ويستنزلوا على مجلس النواب وينتخبوا. طيب حيال عدم يعني ممارسة الدستور والاحتكام إلى معاييره وإلى معايير الآليات الديمقراطية للانتخابات، هل بتلاقي نحن في محنة في النظام؟ نحن عنا بدي خبرك شغلي، نحن دستورنا من سنة 26. يعني نحن دستورنا عمره 100 سنة، 90 سنة. نحن أول دستور مكتوب في هذا العالم العربي، أول دستور مكتوب، ما في دساتير قبلنا. في تكون دقيق، في دستور المملكة المصرية سبقنا، الملك مصر كان في دستور في دولته، ولكن في العالم العربي الآخر أول دستور مكتوب هو دستور الدولة اللبنانية الديمقراطية البرلمانية، دستور الجمهورية. يعني نحن أخذنا دستور الجمهورية الثالثة من فرنسا، نحن اتبعنا أرقى القيم القانونية والدستورية في العالم. وبعد الحديث هلا بعده أرقى دستور، مش بس في العالم العربي، في العالم العربي وأفريقيا ما حدا سبقنا. هلا الإساءة للدستور عم تيجي من عندنا، عم تيجي من عندنا الإساءة للدستور. يعني وقت بتلاقي انه كذا فريق عم بيسيء للدستور، طيب اليوم عليهم يجتمعوا يعني اذا هالحوارات مقطعه يوم حزب الله مستقبل بكره عون جعجع، ما علينا انه نعيد نوسع الحوار ليكون مثل ما راس ورئيس الجمهوريه العماد ميشيل سليمان، والتطرق الى مواضيع قريبه من يا سيدي ب 11 حزيران 2012 تحييد اعلان بعده. كان نتيجه الحوار بين كل الفرقاء الموجودين على الطاوله في قصر بعبدا، كل الفرقاء كانوا، واعلان بعبدا ما طلع بس ببند تحييد لبنان، في 17 بند، في 14 بند، ومنهم من بعد تحييد لبنان عن الخلافات الاقليميه والدوليه والاخره، في احترام القوات المسلحه ودعمها وانهاء السلاح خارج النظام الدولي الى سواء السلاح الفلسطيني وسواء السلاح المقاومه، وفي متابعه تنفيذ اتفاق طائف، وفي التزام بالقرارات الدوليه ومنها والقرار 701 في 14 بند. هلا هذا اعلان بعبدا بعده اعلان قابل للحياه، يعني ما بتلاقي انه رسميا يعني الدوله على مستوى الرسمي عم بتمارسه، ولكن مستوى الاجرائي يعني طبعا صار فيه يعني شوي تخلف من قبل حزب الله، رغبته على سوريا وابقاء السلاح في يد الناس
وهلا عن يكبر السلاح بايدي. طيب رح نحكي عن الموضوع بس خلينا نفوت على قضيه العسكريين اللي اليوم كمان كان في حراك لاهالي العسكريين. نعم. وفي كمان قبل ما ننزل على البلاتو اليوم هلا كان في اللواء عباس ابراهيم عم بيقول يعني يتوخى السريه في هذا العمل ويؤكد يعني وجوب وحده القرار بالنسبه. نعم. الى التعاطي وحل هذه القضيه تحرير العسكريين. نعم. من الجماعات الارهابيه. يعني هي هيدي قصه المخطوفين العسكريين المخطوفين على جديتها وعلى مظهرها الإنسان الكبير، ما بعرف ليش أحاط بها قصة سخافة وهزل وقلة اهتمام، بمعنى أنه أسيء تماما للمخطوفين أكثر ما أساء إليهم الخطف بحد ذاته. مين عم يهتم بقصة المخطوفين بعد 4-5 أشهر؟ مين بس استجوا عم بصير في اهتمام زيادة، عم بصير في ركض نحو السبق الزيادة، عم تتأجج الأمور. سيدي قصة المخطوفين هؤلاء مش مخطوفين قبيلة خاطفة قبيلة تاني، هؤلاء جيش البلاد، هؤلاء جيش البلاد وهؤلاء أبناء الوطن المكلفين بحراسة أمن البلاد والدفاع عن المواطنين. نعم. إجا فريق خطفهم في حالة من اثنين، إما الدولة تعرف شو لازم تعمل بهالقصة، ما لازم هي الدولة ترفع يدها كسلطة عن الأمر، هالشي ما صار. وأنا وياك يمكن ما بنعرف كل الظروف اللي حتى بالساعتين الوقف النار اللي صار فيه اتهامات متبادلة، يمكن كانوا قتلون، يمكن أنا ما بعرف ليش الدولة ما وضعت يدها على القصة مثل ما لازم، لأنه بعرفنا انه الدولة الجيش اللبناني بيتبع الامر بيطوق القصة وبيجيب العسكريين باستسلام الفريق الخاطف او بمعركة معه باي طريقة، بس ما نخافوا بالمعركة انه ما يصير في تقتيل للعسكر. انا ما بعرف شو بعتقد، ما بعرف، ولكن ما بعرف. ولكن اذا كان السلطة رفعت يدها وبدها تستعمل الطرق الاخرى، تستعمل الطرق الاخرى مثل ما عم بقول اللي هو عباس ابراهيم بسريه وباحترام كبير. نعم. مش بهالبازار السمسره كل يوم ناس جداد وكل يوم وسطاء جداد، وهذا ما برضاش بفلان، وهذا انا معي اكثر منه، وهذا انا حكيت مع داعش، وهذا انا حكيت مع النصره. جرسون للجماعه وجرسوا دور الدوله، يعني هل بدهم يتقاسموا اطف القضيه؟ يعني لأنه يعني الرئيس تمام سلام طبعا شكي طبعا قال يا عمي شوية رواق وشوية هدوء وسرية، هيك قال الرئيس تمام طبعا سلام. طبيعي انه بالقليل احتراما للناس المخطوفين شيلوا هالسيرة من السوق. طيب هلا هاش كل واحد يعرض نفسه انه انا بجيبهم. برأيك المسلك للحل هو ماشي على خطين متوازيان اللي بينجح فيهم احمد فليتي او اللواء ابراهيم، ام انه على خط برأسين؟ يعني يا سيدي انا نعم. انا ما بتمنى كنت أن يكون اللواء عباس إبراهيم هو صح ماسك هذا الملف، هو ماسك لأمر لسبب أساسي كونه أحد المسؤولين الكبار عن الأمن في لبنان وعنده خبرة وله سوابق ممتازة. هلأ إذا كان اللواء عباس إبراهيم بحب يتعاون مع ناس آخرين يساعدوه في هذا الأمر فليكن، ولكن انا ما برضه تقول لي في خطين مين مكلف في خط. استاذ حواطه رح ناخذ فاصل اعلاني وندخل على تسليح الجيش وبنرجع نفوت على الملفات من خلال زياره لاريجاني. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ حواطه مرحب فيك مره ثانيه. من بعد 73 لليوم يمكن 40-50 سنة، هل ترى أن تسليح الجيش جدي بحجم اللي عم يتحدثوا عنه؟ نحن نتذكر النابالم ومواجهة الجيش للعدو الإسرائيلي إن كان بال 73 أو بال 76 أو بال 78 أو ما بعد وحتى 2006 من لحم الحي، هل هذه المرة هناك بارقة مبينة أنه الجيش رح يكون على مستوى على رح تكون السلاح على مستوى قوة الجيش اللبناني؟ يعني خلينا نقول
بصدق انه هذه اول مرة دولة مهمة كالمملكة العربية السعودية بتقوم تتبرع بثلاث مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني بواسطة الدولة الفرنسية. يعني ان مخصصة هالثلاث مليارات على الحظر الاسرائيلي على تسليح الجيش اللبناني خرق. انا اظنه قد خرق سقط يمكن ما سقط كليا ولكن سقط نسبيا بالنسبة لبعض الانواع من الاسلحة اللي كانت اسرائيل تمنع وصولها الى الجيش اللبناني. كان يودوا له الجيش اللبناني الهليكوبتر فاضية ما يعطوه القاذف تبع الصاروخ. ليش؟ انه هذا القاذف اذا شطت الهليكوبتر صوب الحدود القاذف بيقدر يودي صاروخ على اسرائيل. يعني ما كان خلونا نحتمل انه بنقدر نودي صاروخ على اسرائيل من طيارة هليكوبتر فرنسية او طليانية او اسبانية، لانه هاي الدول كلها متعهدة بحماية اسرائيل. هلأ يمكن نحن فهموا انه نحن في لبنان ما عندنا جيش قادر على الحرب، ما عندنا جيش على التوسع لا بالعديد ولا بقدرة السلاح. وإذا كنا مسلحين مرة بقدرة عسكرية ممكنة مش قادرين نضيف إلى سلاحنا سلاح إذا فقدنا هذا السلاح. لا. يعني أصبح أنه الجيش اللبناني معد أن يستقبل السلاح لإخفاء أمنه. يعني هلأ بوجود داعش حتى سبب إضافي. نعم. يعني ريزون دو بلوس أنه هلأ لبنان رح يكون ملتهي بمواجهة التطرف. نحن جيش دفاعي مندافع عن نفسنا. يعني داعش والنصرة وغير داعش لبنان يجب أن يكون بيده سلاح يقدر يدافع عن نفسه. طيب ارتاحت إسرائيل الآن أنه المعركة بدل ما تكون يعني بدار ياسين وبتل أبيب، هالمعركة اليوم عم تكون بالقلمون، عم بتكون بالرقة، عم بتكون بدار الزور بعرسان. ارتاحت مشان هيك خففت يمكن من فيتوياتا أو. وبعدين هن الدول الأخرى خففوا شوي من قبول تعنت الإسرائيلي تعنت علينا صرف الإسرائيلي. أنا بتذكر كنا يمكن طالعين جديد على السياسة سنة 58 و 59 جنرال دوغول وقت اللي اعتدت اسرائيل على مطار بيروت 68 منعنا قطع الغلار للميراج. نعم. وبقي هذا في أزمة، صار في أزمة، بقي هذا المنع 20 سنة بعد دوغول. هاي يعني مش كتير على فرنسا أن تقبل بتسليح الجيش اللبناني بالتمويل السعودي. نشكر اثنين، نشكر المملكة العربية السعودية ونشكر فرنسا. طيب يعني 3 مليارات ومليار، يعني هودي بدون يتسيلوا أسلحة للجيش، منهم طائرات يعني هليكوبتر دفاعية أو قتالية بدنا إياه. وعلى 45 شهر برأيك اجتماع لاريجاني منذ بعض الوقت مع الوزير مقبل، نعم، هل يدخل في إطار إعادة استطلاع ما هي المساعدات اللي ممكن أن تقدمها إيران، وأنه استطلاع أفاق السياسية والتقنية؟ يعني إيران هي قدمت سبق أن قدمت لنائب رئيس حكومي بواسطته عرض التسليح الجيش اللبناني. نعم. اليوم رجع اجتمع معه هلأ. وممكن الحكومة تقبل نوع من السلاح غير المشروط. إيه غير المشروط، ولكن غير المشروط يعني يجب تثبيت الموقف اللبناني والموقف الإيراني. نعم. أنه لن يطرأ يوما على هذا اللقاء أو على هذا الاتفاق أي بند إضافي. يعني أنا بكرة إذا خلص ما عندي الخرطوش قلت لهم أعطونا خرطوش أفهم شو يقولوا لي؟ لا أنت ما مشيتش معنا بقضية الفلانية، نحن بطلنا نعطيك خرطوش. هل في شروط عقائدية؟ ما بعرف، هي الدولة الإيرانية الدولة عقائدية. نعم. يمكن ما تقدر الدولة اللبنانية تجارية بكل الظروف وبكل المواقع غير عن السعودية، غير الظروف. لا، السعودية ما التقيناش معها بهالشأن. السعودية دفعت ثمن السلاح للدولة الفرنسية والدولة الفرنسية سلحتنا. يعني نحن علاقتنا في الاستمرارية مستقبلا مع الدولة الفرنسية. نعم.
للسبب أنا بتمنى إنه الدولة اللبنانية تقدر تتفهم مع إيران، مع إيران على مستوى علاقة طيبة وعلاقة بمستوى معين، ولكن هذا يتطلب موافقة إيران دون قيد أو شرط. طب أستاذ جان حوات لاريجاني، إذا أخذنا نقطتين من زيارته مش كل النقاط، نقطة بيقول يعني كأنه يغمز أنه المسيحية يكون لهم دور بالرئاسة ويتفقوا أو ما بعرف شو، يعني أنه دور معين أنه وقفوا على رأيهم وكذا. والنقطة الثانية اللي بيقول بيّن حزب الله أنه أفعل، أنه منظمة أفعل من أي نظام بالمنطقة. يعني هو ما خفي رأيه ورغبته وميله الوزير لاريجاني، يعني وكأنه يقول، والليلة هو في حوار مستقبل بدء الحوار بين المستقبل وحزب الله، المستقبل وحزب الله، والرئيس بري بيقول بيعول على التقارب السعودي الإيراني. يعني وكبت مرة، يعني خلينا نقول إنه كأنه الوزير لاريجاني عن يلفت نظر متحاورين إنه انتبهوا، هذا حزب الله أقوى من الدول، هيك إيه؟ مش هيك؟ يعني هذا ما يتعلق بالحوار برأيك عم يطفي عليه قيمة؟ هذا كلام ممكن كل واحد يستقبله بالطريقة البريد. نعم. السبب يمكن المستقبل فهم الرسالة، وحزب الله تمسك بالرسالة. نعم. يعني أنا ما يعني انتقده لاريجاني، بس كنت بقول إنه بهالظروف يمكن هذا التصريح ما كان لزوم. الرئيس بري يعول، ما زال يعول على خصوصاً الرئيس بري هو المتدخل في هذا الشأن، والرئيس بري بيعرف يطفي على الاجتماع أجواءه الذكية والإيجابية ووصلهم إلى حد معين من الاتفاق المطلوب، ما يقدر يوفقهم، بس مهم يقربهم لتنفيس الأجواء وتنفيس المذهبيات والطائفية وغيره وغيرته، يتصعد الدخان الأبيض. زال رمادي أبيض ماشي الحال. في وجهة نظر بتقول أنه عندما تحدث لاريجاني عن دور حزب الله العظيم بالمنطقة، وكأنه يعني هاي وجهة نظر عم ننقلها نحن برأيت ببعض الإعلام أو بعض الصحف، أنه ممكن هذه معنويات موجودة عند حزب الله، ولكن عاد التذكير فيها لأنه بالمرحلة المقبلة بالست أشهر المقبلين رح يكون في نوع من التسويات أو المسالك التفاهم مع الولايات المتحدة، بين إيران والولايات المتحدة، ما يتطلب بعض التراجعات بالمنطقة ومنها ما يتعلق بحزب الله. هل هذه وجهة نظر في مكانها؟ سيدي هلأ بشوف الدولة الإيرانية شو عن تهدف من وراء متابعة التشاور والتحاور مع الدولة الأمريكية. وأنا من متابعاتي في طبعا في الصحف وفي النشرات اللي تعنى بهذا الأمر، أنا صرت متأكد إنه إيران تسعى إلى توقيع اتفاق مع أمريكا ضروري، أصبح مش بيدافع رغبة الاتفاق والتعاون مع أمريكا بقدر ما هو الحاجة الاقتصادية. إيران تعاني اقتصادية، والاتفاق مع أمريكا يرفع عنها الحظر اليومي، يعني ينعكس إيجابا طبعاً على لبنان وعلى ملفات طبعا، وهذا هالشي ممكن أنه يكون على أثر تلبية شأن في لبنان في الداخل، من دون ما نقول انه دحر فريق او التدخل. كمان تسوية الاوضاع وتلبية العلاقات ورب على الطريقة اللبنانية، على الطريقة اللبنانية، انه يا بقى خلينا نقلب هالصفحة. طيب استاذ جان، بس سؤال اخير عن تونس. نعم. برأيك هل فعلا هي بارقة مضيئة ومضت من تونس بربيع العربي، هي البارقة الوحيدة والباجقة بالسبس؟ شو رأيك فيه؟ تونس بلشت هي بالربيع العربي، وهي الأولى التي حصلت هذا الربيع. امبارح بانتخاب الباجي قائد سبسي، انتخبت تونس دورة تاريخي اللي رسمه حبيب بورقيبة. ومن انتخب رئيسا جمهورية بالأمس هو
احد رفقاء احد رفاق الحبيب بورقيبة. بس الحلو النظام الالماني الديمقراطي البرلماني الممتاز، حتى حتى منافسه المرجوحي قال هذه ممارسة ديمقراطية وشفافة يعني بعد ما وهني انا هون بدي حيل هذا النجاح هذا النصر هذا النموذج على مجلس النواب اللبناني وقال له قدر تونس ان يكون الشعب التونسي هو الذي سليمنا هو سليمنا وهو الذي يحمل شعار حماية الدولة التونسية والجمهورية التونسية والديمقراطية التونسية وقد نجح. أما المجلس النيابي اللبناني أنا بقول له أنه ما بهنيك أبدا، لقد فشلت في حماية الديمقراطية في لبنان وفي حماية الدستور. استرجان حواط الأمين العام السابق لحزب الكتلة الوطنية، رح نشكرك من تلفزيون لبنان. الله يخليك. مشاهدينا الكرام نشكركم، وبعد دقائق ونشرة الأخبار.